اوكي بابا نستمر. هسه عرفنا شنو الفريدي كرافتس رياكشنز اللي هي اخذنا يعني تو تايبس اوف فريدي كرافتس رياكشنز اللي هي الالكايليشن سبستيتيوشن اوف ذا هيدروجين اوف بنزين او ون اوف ذا هيدروجينز اوف بنزين باي الكايل جروب والفريدي كرافتس اسايليشن باي اسايل جروب. وعرفنا شنو الفرق بيناتهم وشنو الميكانيزم اللي راح نحقق الناتج من كل واحد من عندهم. من نقول limitations، limitations يعني اكو راح تصير اكو عندي راح تصير عندي محددات. هاي المحددات يعني شلون يعني راح تخليني في يعني بعض الاحيان انه اني مضطر ما استخدم هذا التفاعل او انه اضطر اروح باتجاه اخر. شن هي limitations؟ يعني الفيرست limitation when a carbocation formed from alkyl halide. نعرف شنو معنى كاربوكاتيون. الكاربوكاتيون اللي هو قلنا اللي هي الالكايل جروب، هذه الالكايل سوري الالكايل الالكايل اللي هي الكين ماخذين من عند هيدروجين وتبقى عندي بوزيتيف تشارج على الكربون. ونعرف شنو انواعهم. يفترض من المرحله الاولى احنا نعرف اكو عندنا برايمري سكندري اند تيرشري كاربوكاتيونز، ونعرف انه التيرشري اللي هو الموست ستيبل، وبعدين السكندري حسب الانفايرمنت، والبرايمري اللي هو الفري انستابل. زين الانستابل سبيشيز ان جنرال احيانا يحدث شيء نسميه ري ارانجمنت، اعاده ترتيب. يعني تتكون عندي سبيشيز فري انستابل وممكن بنفس لكن ممكن انه يصير اعاده ترتيب الري ارانجمنت، انه يعني تنتقل ذره ضمن نفس الجزيئه ضمن نفس الجروب من كربون الى كربون اخر وتعطيني الموست ستيبل سبيشيز. زين يعني اسف تجي اصوات من خارج البيت، فيعني اسف لما يوصلكم شيء اذا دا يوصلكم، وان شاء الله دا يوصلكم هاي يعني. زين بس شنو هنا اللي دا يصير عندنا من كاربوكاتيون فورمد فروم ان الكايل هالايد الكين اور الكحول. احنا قلنا ممكن نحصله من هاليد الكيل او كحول او الكين مصادره. كان ري ارينج تو ون اور مور كاربوكاتيونز ذات ار مور ستيبل، يعني يسوي اعاده ترتيب حتى يتحول الى المور ستيبل. بالاكزامبل اللي منطيني اياه هنا شنو مستخدم الالكايل هالايد ويا الاي ال سي ال 3. طبعا هنا يفترض اللي يتكون عندي البرايمري الكايل هالايد، يعني راح تصير عندي بوزيتيف تشارج على هذه ذره الكربون. اوكي زين، لكن البرايمري كاربوكاتيون راح يكون عندي فيري انستابل. طبعا هنا على شكل كومبلكس ممكن يعني يتفاعل جزء من عنده، لكن شنو اللي راح يصير عندي بالمقابل؟ تصير عندي ري ارانجمنت، يعني راح تجي ذره هيدروجين من هذه الكربون اوكي تنتقل لهذه ذره الكربون وتنطيني السكندري كاربوكاتيون. يعني مو كان مال بوزيتيف تشارج يصير اعاده ترتيب ويصير عندي البوزيتيف تشارج على هاي الكربون، مو كان مع البرايمري كربون على السكندري كربون. فلذلك شنو اللي راح احصله؟ راح احصله على مزيج بين هذا البرودكت وهذا البرودكت اللي هو البيوتايل بنزين وسكندري بيوتايل بنزين. هذا ينطيني نسبه 32% 32 الى 36، وهذا 64 الى 68. ليش؟ بسبب إعادة الترتيب اللي تصير. يعني أنا بادي بالكايل هالايد لكن هذا راح يروح بغير اتجاه أيضا، فبالنتيجة هذه أعتبرها limitation. ليش أعتبرها limitation؟ لأنه أنا مكان ما single compound راح أحصل على two products، وهذا اللي ما مطلوب بالتفاعلات in general بالorganic synthesis. أنا المطلوب أنه عندي أحصل على single compound بhigh yield. اوكي فهنا اذا هذه ليميتيشن، لان راح احصل من عندها على تو يعني احصل على تو برودكتس انستيد اوف وان برودكت. عندنا سؤال باوة على هذا، واضح هذا شنو المشكله اللي هنا اللي تواجهنا؟ طبعا كل مشكله ولها حلول حتما، راح نشوف انه شلون يعني هاو تو اوفركم سوتش ليميتيشنز، يعني شلون انه نعالج هاي المشاكل اللي مرتبطه ب هاي ليميتيشن. فعندنا سؤال هنا لو ننتقل نمشي نستمر.
باو. واضح شنو معنى limitation. limitation راح تكون اكو عندي محددات باي شيء من اقول هذا الشيء الا limitation، يعني اذا راح اتحدد، راح اكو امور تحددني بي. الفريدي كرافتس رياكشنز بيها limitations، بيها نقاط راح تحددنا، يعني راح تضيق الطريق علينا بتفاعلات معينه. اجيت هسه على هذا النوع، اني اريد اخلي كانه هنا اريد اخلي برايمري الكايل هلايد، اريد اخلي مجموعه الكايل واربطها بذره كربون رقم واحد بالبنزين، هذا اللي اريده. فاحنا على اللي تعلمناه شنو، نروح نستخدم نجيب هاليد الكيل اللي ينطيني البوزيتيف تشارج على، يعني من افاعله ويا لويس اسيد حتى يعطيني البوزيتيف تشارج تكون ذره على ذره الكربون اللي مرتبطه بالهاليد بالهالو اتوم. زين شنو اللي اريده؟ اريد برايمري كاربوك. هنا بالنتيجه راح يعني كانه احتاج برايمري كاربوكاتيون. البرايمري كاربوكاتيونز هذني انستابل، وهذه نرجع بسبب فرق الاستابيليتي بين البرايمري والسكندري والتيرشري. يعني لما تكون ذره هسه احنا بسهوله يعني ببساطه، لما تكون الشحنه الموجبه على ذره كربون رقم واحد الاوليه تكون فيري انستابل، لما تكون على ثانويه يعني صايره بالوسط تكون نوعا ما مستقره، وتكون مستقره لما تكون على ذره كربون يعني مرتبطه بها ثلاث ذرات كربون اخرى، يعني صايره بالوسط وعليها معوض. زين فاحنا هنا هذا الانستابل، لانه بالبرايمري الكايل هلايد ويا الاي ال سي ال 3 راح يعطيني برايمري كاربوكاتيون كانه، او الكومبلكس اللي يطلع من عنده برايمري كاربوكاتيون واللي هو قلنا فيري انستابل. فايش راح يصير؟ وجود الشحنه الموجبه هنا مو كان ما يكون عندي هذا الكومبلكس، راح يتحول الى سكندري كاربوكاتيون عن طريق الري ارينجمنت. يعني كل اللي يسويه اعاده ترتيب، يعني يشيل ذره هاي الهيدروجين من هنا يوديها الى الكربون. يعني اكو عندي كربون رقم واحد عليها شحنه موجبه، فش تسوي الجزيئه؟ تشيل هيدروجين من كربون رقم اثنين توديه الكربون رقم واحد على مود تحصل على كربوكاتيون مستقر اكثر، وتخلي بوزيتيف تشارج على الثاني. فبالنتيجه هذول اثنيناتهم اكو عندي، صار عندي تكون عندي تو الكتروفايلز، وكل الكتروفايل من عندهم راح يتفاعل ويا البنزين بوجود الاي ال سي ال 3. اوكي، وبالنتيجه شنو اللي راح ينطيني هنا؟ راح ينطيني تو برودكتس، وهذا طبعا نعتبره ليميتيشنز، هذا غير مرغوب به، لانه انا شلون راح افصل هذول البرودكتس؟ انا اريد تفاعل يعطيني سنجل كومباوند. واضح باو هنا؟ زين بعد شنو عندني الليميتيشن الاخر؟ الليميتيشن الاخر فريدريكرافتس رياكشنز يوجوالي جيف بور ييلدز، يعني تعطيني كميات قليله من الناتج. وين باورفل الكترون وذ دروينج جروبز، يعني اكو عندنا مجاميع هسه راح نصنفهم لما نجي على المحاضره القادمه. راح نصنف المجاميع الى الكترون دونيتنج جروب والكترون وذ دروينج جروب، طبعا على اساس قابليتها على دفع او سحب الالكترونات. فالالكترون دونيتنج جروبز هي اللي تدفع الالكترونات، والالكترون يعني تجاه الجزيئه اللي مرتبطه بها، وبالعكس الالكترون وذ دروينج جروبز. هسه هنا اكو عندي امثله للالكترون وذ دروينج جروبز اللي هي NO2 NCH3 باي 3 وعليها بوزيتيف تشارج مع الكربوكسيل الاسايل جروب CF3. هاي المجاميع الكترون وذ دروينج جروبز لما تكون هذا النوع من المركبات، اني من اجي اريد اسوي لها الكايليشن او اسايليشن، راح تنطيني بور ييلدز. اوكي، فايضا هذا واحد من الليميتيشن. الارايل اند فينايليك هالايدز، يعني شنو الارايل هالايد؟ يعني الاروماتيك، يعني